عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك. فاعلم يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة، عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة ماجد، ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمك.